وصلنا الذروة في الاستعداد الأمني. نعم. التجربة الناجحة ليوم أمس إن شاء الله هي نقطة الانطلاق للنجاح ليوم غد. كل الاستعدادات قد اكتملت. نعم. النواحي الإدارية واللوجستية والأمنية والانتشار، وكذلك اليوم أيضا تعزيز القطاعات من خلال جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا الفرقة الخاصة والرد السريع وقطاعات من الجيش انتشرت أيضا في بغداد والمحافظات. هذا طبعا قطاعات احتياط لقواتنا الأمنية الموجودة ضمن لجان الفرعية في المحافظات. أيضا الجهد الاستخباري في أحسن حالاته من خلال النشاط المميز لوكالة استخبار في وزارة الداخلية وأيضا المديريات الاستخبارات في الدفاع والأمن الوطني والمخابرات وكل التشكيلات الأمنية. حقيقة الآن الرؤية واضحة أمامنا ليوم غد، وكل الاستعدادات يعني قد اكتملت. يضاف إلى ذلك أيضا القوة الجوية وطيران الجيش سوف يكون لهم واجبين. الواجب الأول هو بالتأكيد تأمين وصول ما ينتج عن الانتخابات اللي هي العصي الذكية، وكذلك بعد ذلك الصناديق وغيرها بالتنسيق طبعا مع ومن خلال الأخوة في مفوضية الانتخابات المستقلة. نعم. وأيضا واجبات استطلاعية لأبطال القوة الجوية في بغداد والمحافظات. هذا من ناحية أمنية. رسالتنا كل شيء إن شاء الله قد اكتمل، وبالتالي آن الأوان لأهالينا للخروج مبكرا إلى الانتخابات، وكلهم ثقة بأبنائهم من القوات الأمنية بأن الوضع الأمني آمن ومستقر 100% للإدلاء بأصواتهم. نعم سيدي. نعم، يعني عدم فرض حظر للتجوال هو بسبب نجاح يوم أمس بعدم فرض أيضا حظر للتجوال، فأثبت نجاح الخطة الأمنية؟ يعني عدة أسباب. الوضع الأمني في بغداد اليوم يختلف عن ما كان في 2018. الخطة ورصانتها، الدور الكبير اللي بذلته اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، المواطنين ودورهم، الدعم المباشر من قبل السيد رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة للجنة الداخلية وما قدمته، وزارة الدفاع وما قدمته، أبطال الحشد، جهاز مكافحة الإرهاب، الجهاز الأمني الوطني، يعني الكل ساهم في هذه الأجواء الآمنة، ليس فقط للخطة هذه وإنما حتى لقادم الأيام وقبلها. يعني ترى أن يوم الوضع الأمني قد اختلف. نعم. ما أريد أن أيضا نتكلم عليه لو سمحتوا لي. تفضل. أيضا يعني شكرا لمجلس القضاء اللي دائما ما إلى مواقف كبيرة يعني مع المجتمع ومع الشعب العراقي في كل المناسبات، ومنها موضوع يعني أيضا اليوم أنه مجلس القضاء وبإشراف مباشر من السيد رئيس مجلس القضاء تم تخوين محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة للنظر بالشكاوى المقدمة فيما يخص الانتخابات وتلقي الشكاوى والإخبارات. طبعا هذه المحاكم التحقيق سوف يكون أيضا فيها قضاء تحقيق وادعاء عام ومدعي عام. وزاد ذلك أيضا أنه سوف يكون هنالك لجان تعمل بإشراف لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 2 من نوابهم ومدعي عام المنطقة حسب جغرافية المنطقة. طبعا في بغداد وأيضا في إقليم كردستان العراق من خلال مجلس القضاء في الإقليم. هذا مهم جدا، خاصة أنه اللجنة الأمنية العليا سوف تكون متابعة لكل مجريات الأمور. هنا عندنا نوعين من المخالفات. لا. نوع يضمن اختصاص المفوضية اللي تنظر به اللي هو خاص بقانون الانتخابات وأيضا قانون المفوضية. أما ما بالنسبة لمجلس القضاء فهو ينظر بالمخالفات القانونية اللي تطبق عليها أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 69. بالتالي يعني القضاء موجود، اللجنة الأمنية موجودة، المتابعة موجودة. نتمنى على الجميع من إخواننا الكتل والمرشحين الالتزام بكل هذه التعليمات، لأنه سوف يكون هناك تعامل بحزم في أي مخالفة للتأثير على المواطن أو عملية كسر للصمت الانتخابي اللي ابتدأ من الساعة 6 وينتهي بعد انتهاء الانتخابات. طيب، يعني قبل قليل محافظة النجف في الأشرف أعلنت إغلاق المحافظة، هل هو هذا الأمر يعني إجراء فردي أم سيشمل باقي المحافظات، أم هنالك ربما سجلت هذه المحافظة خروقات معينة، ماذا بالضبط؟ لا لا، ليست خروقات. يعني احنا أعلننا قبل يومين من خلال السيد رئيس اللجنة الأمنية العليا عن إجراءات الطوارئ المتبعة، وهذه الإجراءات من ضمنها غلق المنافذ بين المحافظات حتى يعني تكون عملية إدارية تنظيمية لداخل كل محافظة. لا يوجد حظر
محافظة تجوال داخل المحافظة، ولكن هناك قطوعات بين المحافظات. هذه إجراءات إدارية حتى يتسنى للجميع أنه يركزون على. إذن يشمل المركب يعني المركبات والأشخاص. طبعا كل المحافظات، وحتى يعني أعطينا في هذه الإجراءات يعني نوعية المركبة، يعني العجلة لا تكون أكثر من 2 طن داخل حتى في الحركة بأجزاء أطراف المحافظات. القطع لن يشمل الحالات الإنسانية، يعني سوف يكون فيها مرونة، وأيضا بعض الحالات اللي تتطلب الإجراء الانتخابي، يعني جنابك مثلا لديك حق التصويت في بغداد ولكن ساكنة في بابل، وبالتالي ترومين الوصول إلى بغداد والتصويت، فهذا طبعا من خلال إبراز البطاقة الانتخابية وغيرها، هذا ممكن يكون بمرونة. طيب المقاهي وكذلك المولات هل سيتم غلقها أم سيسمح لها بالفتح؟ يعني احنا يعني النقطة 6 من إجراءات الطوارئ منع كافة التجمعات البشرية، أيضا غلق مداخل المحافظات، حركة العجلات اللي تكلمنا عنها، الأسلحة النارية عدم استصحابها أو حملها، المولات سوف تغلق، أما محلات الأغذية والمواد الغذائية والأفران لا تبقى، يعني تغلق المولات. نعم أيضا بالنسبة للدراجات، يعني دراجات النارية وما يسمى التوك توك والستوتة أيضا داخل المدن توقف حركتها أثناء هذه الساعات، عدم استصحاب الجهاز الموبايل لإخواننا وأهلنا أثناء الذهاب إلى مراكز الاقتراع، يعني جملة من الأمور اللي بالتأكيد هي يعني الغاية منها للأمور التنظيمية، يعني غلق الأسواق والمولات والمطاعم والشركات فقط خلال ساعات الانتخاب؟ نعم هذا طبعا تكلمنا عنه اعتبارا يعني من فجر هذا اليوم، وتبقى محلات المواد الغذائية والخضار والصيدليات. نعم سيدي، هناك أمر مهم أيضا كذلك بسبب يعني عملية تأمين يوم الانتخاب غدا، ليست فقط القوات البرية ولكن الجوية أيضا. كان هناك يعني الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قال أن طائرات القوة الجوية ستقوم يوم غد بالتحليق بارتفاع مناسب فوق سماء العراق، ما سبب هذه الطلعات والتحليق بهذا الشكل؟ يعني المشاهد يريد أن يعرف ذلك. هي طلعات استطلاعية ومساهمة من أبطال القوة الجوية والصقور الجوية من خلال وزارة الدفاع في المشاركة في الخطة، لأن الخطة متكاملة من كل النواحي، وبالتالي الطلعات الاستطلاعية هي مهمة لمتابعة كل مجريات الأمور. يعني عندما يكون لديك خطة على الأرض بالتأكيد أيضا هي تكملتها أن تكون أيضا الخطة مكملة من على السماء، وبالإضافة إلى ذلك الجهد الاستخباري.